أنا بدر الطيب من مكاسب جروب من بران باسكت بيكري مخبز أوروبي بالدمام. نعم أول مشاركة لنا بفودكس، هدفي والله أعطي فرانشايز وأسوق لمنتجي ككيترينج وكمبيعات خارجية. ما شاء الله يعني معرض منظم، مش أي حدا بيدخل أي حدا بيطلع، هاي كمان شغلة إيجابية كثير. وأنا يعني عجبتني كثير إنه مش أي حدا من برا بيدخل المعرض، لا كله معاه باج، أي حدا مهتم بس هو اللي بيدخل. العفو، أهلا وسهلا فيك.